مراكش السنة دي تهمني قوي، ان انا سعيدة جدا جدا طبعا بالافلام العالمية اللي موجودة، بس سعيدة جدا جدا بالتوجه للاهتمام بالسينما المغربية للشباب، من شباب وشابات، وان هم بياخدوا كلاسز حلوة جدا من ناس عندهم خبرة. في نفس الوقت في بارلال اهتمام بالسينما المصرية والسينما العربية وكلها افلام للشباب، فانا بحييهم وسعيدة جدا جدا بده. ليه ايه؟ يعني أفطان؟ لسه ما اشتريتش أفطان، هشتري أفطان. كل الأكل، الطاجين حلو قوي والكسكس كله حلو قوي بحبه. صحة وراحة بحبها قوي، بالصحة والراحة.